السلام عليكم، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. غنشوفوا فيه الطريقه ديال ديكوداج ديال موديم هواوي موديل E367 U-2. هذا اللي كيبان قدامكم في التصويره. انا بالنسبه لي غنديكودي هذا اللي عند فيه هذا الشعر بحال هذا الموديم اللي عندي دابا، غندير له الديكوداج. اول حاجه غادي نبرونشيو الموديم ونستاليوه، وانا غادي نستالي نزلنا هذا ليكون. غادي نديرو فيه كارطه ديالنا ديال الشركه ديالنا من غير لاكارت اللي كيقبل هو. من بعد غادي نجيو نطلقوا لابليكاسيون، هنا كيقولك بلا لوبيراتور يعني ما يقبلوش لابليكاسيون اللي كاينه فيه، ما تقبلوش الموديل مازال ما ديكوديش. ديرو اوكي، يعني لابليكاسيون كاتر، وبهذه ما يصلح الناس ما عندناش فين غادي ندخلوا الكود ديال الديكوداج. هادشي علاش خصكم تصطاليو حتى هاد لابليكاسيون هادي. دابا نخليكم اللين ديالها تحت الفيديو، تصطاليو هاد لابليكاسيون ديال موبيل براد بوند، نحلوها، هي اللي غادي تعطينا البلاصه فين يمكننا ندخلوا الكود ديال الديكوداج. ها هو حنا عطينا ندخلوا الكود ديال الديكوداج. يعني دابا غادي نحتاجو لادريس ايمي. لادريس ايمي كاينه تحت البلاصه فين كتركب لا كارت سيم، يعني غير خصكم تكونوا مقيدينها من قبل توجدوها. من بعد غادي نجيو لهذا السيت هذا، نخليكم اللين ديال هاد جوج ديال المواقع، ثم خدموا باللي عجبكم. هاد جوج ديال المواقع كيعطيونا الكود ديال الديكوداج ديال الموديم هواوي، كاين هاد الموقع وهاد الموقع. يعني دابا هنا غادي نجيو نطابيو مثلا، نطابيو لادريس ايميل ديال الموديم ديالنا. ونديرو كالكول، هو عطانا هنا هذا الكود الفلاش. كي بعد المرات فاش كنجيو نفلاشيو الموديم، نديرو لو ميزاجور الفيرمير ديالو ولا المهم فلاش بصفة عامة، كيطلب لنا كود ديال الفلاش. ماشي ديما كيطلبوه، كاين بعض المرات كيطلبو، نحتاجو هذا الكود. وكاين هذا كود ديال الديكوداج ديال فيرسيون 1، وكود ديال الديكوداج ديال فيرسيون 2، وكود ديكوداج ديال فيرسيون 201. هنا في الغالب ممكن يقبل لنا هذا الكود هذا، نجربوه. يعني هنا فاش تجيو ديروا كوبي، انتبهوا راه كاين واحد لي سباس هنا في الاول، الا تكوبا لكم مع الكود ما غاديش يقبل. يعني اما كتبوه طابيه مانيوال، اما سيليكسيوني غير الارقام ديروا كوبي. غادي نجيو لهنا نديروا له كولي، هو هذاك تقبلنا الكود. ودابا غادي يتينيسياليزا باش يرجع يطلع لنا الريزو. كما كيبان لكم ها هو الريزو طلع. بالنسبه لي درت فيه كارطة ديال انوي، ها هو دا طلع لنا الريزو ديال انوي كما كيبان لكم. بالنسبه لكم درت فيه كارطة واحده اخرى اورانج ولا اتصالات ولا اي كارطة على حسب الشركه ديالكم، غادي يطلع الريزو ديالها. دابا غادي نشوفو نكيتيو هاد لابليكاسيون ونمشيو نطلقو لابليكاسيون لوريجين ديالو، نشوفو واش غادي تطلق، واش تقرا لنا الريزو ولا لا. إذن لابليكاسيون ديالو ما خداماش، هادشي علاش خصنا ندوزو لو فلاش، يعني باش نبدلو له هاد الانترفاس هذا، ما يبقاش فيه هاد لوجيسيال ويرجع لنا بهاد لوجيسيال، غير تسطالي يرجع لنا بحال هكا. غادي نخليكم الرابط ديال الفيرموير تحت الفيديو، تيليشارجيو ودوزو لو فلاش بنفس الطريقة كيما ندير أنا، وهكا يمكن لكم تشونجيو الانترفاس. نجيو نديرو كومونسي. هنا الابليكاسيون كتجمع بعض المعلومات على الموديم، لادريس ايمي، نيميرو سيري، المعلومات اللي مهمه اللي غادي تسوفغارديها باش ترجع تردها في الاخر.
من خلال العملية ديال الفلاش حاولوا ما تديروش شي عملية اللي ممكن توقف لكم الفلاش وتبلوكا المودم. صافي هكيكم سهلة تيرميني. هاو كما كيبان لكم صافي دابا تبدل. يعني غير تبغيو تستاليو في شي اورديناتور واحد اخر غادي يطلع لكم هذا اللوغو هذا فاش تستالا ينزل لكم هذا لابليكاسيون، ما غاديش يبقى يخدم به لابليكاسيون القديمه ديالو. صافي هكا كنكون سالينا الشرح ديالنا، ونتمنى لكم الفيديو عجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاجو الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.